نعاني من نقص في الإمداد في كثير من البنود طبعا، على رأسها موضوع أجهزة التخدير، دائما هناك تعثر في هذا الأمر. مرضى الأورام أيضا يعانوا من نقص في كثير من احتياجاتهم. أيضا مرضى القلب أحد الشرائح التي أرى أن هي أكثر الشرائح اللي عانت في فترة الأزمة، يحتاجوا لإجراء القسطرة وتركيب الدعامات، وهي أصبحت غير متوفرة للأسف من أشهر.